سيادتك، بس يمكن النهارده طبعا انا بشكر ايهاب بيتكلم على الطرق، ومركزين النهارده على الطرق اللي في محافظه الجيزه كطرق، طرق بريه. ولكن سيادتك انا عايز اقول اللي اتصرف في محافظه الجيزه عشان نحل مساله المرور بالاضافه للطرق ده، في نقل جماعي سككي في 3 خط مترو بيتعمل دلوقتي في محافظه الجيزه، الخط الرابع اللي بيتعمل من اكتوبر لما لحد الملك الصالح، ثم هيوصل لما لحد القاهره الجديده، الخط الثالث اللي بيتكمل يا فندم دلوقتي وسيادتك جاي على الطريق الدائري، المحطه بتتعمل فوق الدائري عشان يكمل لما لحد من الوراق لما لحد الجامعه للكتكات ويربط مع محافظه القاهره في الزمالك. الخط الثاني اللي جاي من شبرا الخيمه بيعبر النيل وبيبدا في الجيزه من اول الدقي لما بيوصل لما لحد جامعه القاهره. المونوريل اللي بيوصل من اكتوبر لما لحد منطقه وادي النيل. كل فن من اللي في محافظه الجيزه حاليا دلوقتي بيتعمل كمترو ومونوريل بيتعمل تقريبا بحدود 300 مليار جنيه، غير طبعا اللي ايهاب بيتكلم عليه كطرق. يعني عايز اقول ان الدوله في عشان تحل مشكله مرور فقط في محافظة الجيزة بتدفع غير ال 55 مليار دول 300 مليار جنيه عشان تحل مسألة المرور وتسهل حياة البشر في المنطقة دي. لو حطينا القاهرة الكبرى يا فندم بقى وضفنا الدائري الإقليمي زائد الدائري الأوسطي زائد الدائري العادي اللي بيتصرف عليه النهارده 15 مليار جنيه، من ضمنهم 8 مليار فقط لنزع الملكية، زائد ال ار تي اللي بيربط كل القاهرة بالمناطق الجديدة، زائد المونوريل اللي بيكمل في اتجاه العاصمه، احنا فندم بنصرف تقريبا 550 بالتحديد 550 مليار جنيه لحل المسائل المروريه او لتسهيل حياه اهالينا في نطاق الخيارات الكبرى. شكرا يا فندم. انا اللي بشكرك يا كامل على الاشاره ديت، بس انا الموضوع ده بيستدعي اجراء احنا بنعمله دلوقتي، وفي نقاش كتير جدا اول ما بدانا فيها دكتور مصطفى الناس انتقدتنا انتقاد شديد، اللي هو ان احنا نعمل مدن جديده، وقال لك ان انتوا رايحين تصرفوا فلوس كتير جدا ملهاش لازمه، مش كده؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، لو كان الكلام ده اتعمل من 40 سنه وكان في تخطيط عمراني عمل في حساباته ان نمو بتاع السكان بشكل حتى لو احنا دلوقتي بنحل الطرق وبنحاول نحسن من جوده الحياه، لكن ما زالت الاحياء زي كرداسه وابو النمرس والخصوص وغيره وغيره، ولا ايه يا دكتور عاصم؟ انت اللي هتعرضه مش كده؟ انت بتكلمني لما بتتكلم في 7 8 مليون، 7 8 مليون دول يا ايهاب عايشين ازاي؟ عايزين ده لو كنا احنا مرتبين نفسنا زي ما النهارده ال 50,000 وحده سكنيه اللي احنا بنعملهم دول، تصوروا ان ال 50,000 دول احنا كنا عملنا او الدوله كانت شاركت او ساهمت او ساعدت وخلت مع القطاع الخاص يبقى في تنميه في الاسكان متخططه ومترتبه معمولة بالشكل اللي انتوا الافتتاح اللي هنشوفه دلوقتي او اللي احنا بنعمله كامل. تمام. انت النهاردة بتعمل ده عشان تحل مسألة. تمام. الارقام اللي انت بتتكلم عليها، هو لو انت النهاردة انت بتعمل خط مترو انفاق ليه؟ لانك انت ما عندكش فوق الارض حاجة تقدر تتحرك اكتر من كده. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. لكن لو انا النهاردة عامل، هو انا اقدر اقول ان انا في العاصمة الجديدة محتاج اعمل مترو انفاق؟ لا، متخططه من جديد خلاص، مش كده؟ وبالتالي لما تكون الدوله بتخطط حاجه، ودي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للناس، لما الدوله تعمل حاجه بتاخد باساليب العلم وباساليب التخطيط السليمه في اي منشات بتعملها، ومش بس كده، ولما تيجي تنفذها بتنفذها بالشكل اللي يتلائم مع متطلبات الحياه. لو في مدرسه تتعمل مدرسه، لو في مستشفى بتتعمل مستشفى، لو في نادي اجتماعي بيتعمل نادي اجتماعي، لو في مناطق صناعيه تخدم على الحي بنعمل، مناطق حرفيه تتعمل. لكن لما يجي المواطن من غير ما يقصد، كل واحد بيلاقي حته ارض بنى عليها البيت بتاعه او بنى بيته خلاص، طب بيت الناس دي هتعيش ازاي؟ وانا الكلام ده قلته قبل كده، وانا عايز اقول لكم على حاجه، وانا بقولها لكل المصريين وارجو انكم انتوا تسجلوها كويس وتفكروا فيها كويس. انا شايف ان كل واحد معاه قرشين يا دكتور مصطفى بيعمل ايه؟ يبني حاجه. طب والله، طب بدعوكم كلكم بما فيهم الساده الوزراء اللي موجودين، امشوا على الطريق الدائري دلوقتي وبصوا على حجم العمار اللي موجوده وحجم الاشغال. حجم ايه؟ الاشغال اللي فيها. طب يا جماعه انتوا يعني لو انت معاك قرشين
بتبني 5 6 ادوار مش هتسكنه او هتسكن منهم دور والباقي لا ليه؟ يعني فهمنا يا دكتور مصطفى المبلغ ده لو انت حطيته في البنك هيبقى ده هيوفر لك عائد مناسب. انت بتبني على الارض الزراعيه، بتبني على ارض حتى مش بتاعتك، لكن اللي بتبنيه عليها ده مش هيجيب لك حاجه، مش هيجيب لك حاجه. وانا بقول لكم كده لان يبدو ان دي ثقافه عندنا حتى في الريف. تبص تلاقي ناس بتبني دور ودورين وهو مش يمكن مش محتاجه دلوقتي، محتاجه كمان 10 15 سنه ان كان هيحتاجه لابنائه. احنا لازم نتجاوز الحته ديت، النقطه دي كمواطنين كشعب. مش ممكن ابدا بقول لكم يعني حجم المساكن اللي بشوفها انا على الدائري. ما انا ببص برضو حد يقول لي لا انت مش واخد بالك، اقول لك يا جماعه ده ما فيش شباك. ده يا دكتور مصطفى ده ما فيش شباك راكب، يعني هتقول لي ان هي ساكنه ده ما فيش شباك راكب يعني. فالمهم انا عايز اقول اتفضل يا كامل. النقطه الاخيره يا فندم اتفضل. سيادتك الرسم اللي ايهاب رسمه للدائري الاوسطي 156 كيلو ده صحيح. لما جينا نخطط الدائري الاوسطي يا فندم وعرضنا على سيادتك، فسيادتك من حرصك على الارض الزراعيه في الخص الشمالي ده رغم ان هو كان مفروض يكمل دايره زي الدايره القديم وزي الدايره الاقليمي، سيادتك حرصت قلت ما تمشوش في الارض الزراعيه، لان احنا كنا لو سيادتك مشينا بالخص الشمالي ده اللي هو كان تقريبا حوالي 102 كيلو كنا هناخد حوالي 2500 فدان من الاراضي الزراعيه. سيادتك حرصت قلت لا ما نمشيش في الارض الزراعيه، ودعموا او وسعوا او عرضوا الطرق الطوليه اللي واخده من الدايري الى الدايري الاقليمي، والغوا القوس الشمالي اللي هو حوالي 102 كيلو في الاراضي الزراعيه اللي تمام كان ياخد اكتر من 2000 فدان في الارض الزراعيه. والله يا كمان عايز اقول لك على حاجه، يا ترى الناس وهي بتسمع الكلام ده مننا، طب هو المحاور بتاعه النيل يا ايهاب لما انت قلت لي هاخد أيوه. 500 فدان مش كده؟ ايوه فنساتك رفضت في سندوب لوحده في سمنود لوحده كده كامل. ايوه قلت لكم يا جماعه انتوا هتاخدوا 500 فدان للطريق رغم ان هو حي يعني هيحرك وهيبقى ليه حركه للناس. قلت لكم لا اعملوا كوبري بس على النيل وما تعملوش محور صح كده كده، واستخدموا الطرق المحليه اللي موجوده ارفعوا كفائتها ما تخش في ارض زراعيه شغالين كده ان شاء الله. فانا بس بقول للناس قد ايه حرصنا على الارض الزراعيه ونابع من ايه. دي ارض بتتروي بالراحه زي ما انتوا بتقولوا، وارض ارض خصبه جدا جدا قياسا باي ارض تانية احنا بنحاول نستصلحها، فنحافظ عليها. وان كان عن نمو احنا يعني شغالين في برنامج فيه 500,000 وحده غير مش كده دكتور مصطفى، غير الاسكان كله ده في المحافظات، مش اسمه اسكان المحافظات. بقول لعواصم المحافظات يا جماعه يا اللي بتسمعوني، ال 500,000 وحده هيتعملوا بالنمط اللي هتشوفوه دلوقتي. لو محتاج مدرسه هتتعمل مدرسه جواها، خدماته جوه الحي اللي بتبني، وبتبني بالشكل ده بالشكل اللي هو اللي يليق بالانسان. طب بتعمل كده ليه؟ عشان انا مش عايز اشوه الطفل اللي طالع، اشوه فكره وذوقه وشخصيته بان هو يطلع في بيت يعني مش زي ما احنا بنعمل يعني. واحنا قادرين بالمناسبه عشان بس تبقى الامور واضحه، احنا قادرين كدوله ان احنا نلبي مطالبكم، بس انتوا كمان ما تضيعوش فلوسكم في حاجات يعني المفروض الناس بتوع الجامعه علماء الاجتماع يدرسوا ليه الناس بتبني كده. وهي وبالمناسبه في مدينه الامل يا دكتور مصطفى نفس الملحوظه، اعدي هناك فببص على البيوت هلاقي البيوت كتير كتير جدا وعاليه وثلاث ارباعها فاضي. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ اللي عمل كده بيعمل كده بتضيع فلوسك ليه؟ انت بتتكلم ان كان ده حجم طلب. احنا بقالنا 7 سنين بنقول اي حد عايز اسكان اجتماعي بنوفره بالشكل اللي انتوا بتشوفوه. لو اتطلبت 1,000,000 وحده سكنيه اسكان اجتماعي هنعمله، والبنك المركزي داخل معانا بمبادره عشان يخفض الفايده على الناس. فاحنا يعني موضوع الاسكان كفكره اترسخت في نفوسنا في سنين طويله جدا ان مفيش حل لها، فلازم لا دي اتحلت خلاص. وانا قلت ان احنا مش هنخلي في مصر طلب على شقق في اي محافظه من المحافظات الا ما نكون ايه لبنا. فانتوا وفروا فلوسكم، مش وفروا فلوسكم انك انتوا خش في المخطط واعمل طبقا للتخطيط، لكن ما تعملش
عمارة 7-8 أدوار. أنا شايف واحد وأنا جاي في الطريق كده عمل 4 أدوار وعمل السلم ل 12 دور سلم بس. عامل السلم بس يعني بيحلم ان هو ايه يكمل. ربنا يسعد الناس. ده كامل اتفضل.